تلقت الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بقطاع نظم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عدداً من البلاغات من مواطنين بتعرضهم لوقائع نصب على مواقع التواصل الاجتماعي من مجهول ينتحل صفة شركات سياحية، وإنشائه العديد من الصفحات على موقع فيسبوك بأسماء شركات سياحية وهمية، والإعلان عن رحلات سياحية داخل البلاد، ويحصل من ضحاياه على مقابلها عن طريق خدمات التحصيل الإلكتروني عبر خطوط المحمول. الإدارة تمكنت من ضبط مرتكب الواقعة بالقاهرة، وعثر بحوزته على هاتفين محمول بهما آثار ودلائل على ارتكاب تلك الوقائع، ومحفظة إلكترونية بالهواتف المضبوطة تابعة لإحدى شركات المحمول المحول عليها المبالغ المحصلة من جرائمه، ومثبت عليها قيامه بسحب تلك المبالغ. الإدارة تلقت بلاغاً من مواطن بالشرقية بتعرضه للنصب من مجهولين قاموا بإرسال رسائل إلى الهاتف المحمول الخاص به من أرقام دولية، وعرضوا عليه شحن حقيبة تحتوي على مليوني دولار لإقامة مشروعات خيرية، وعلى إثر ذلك قام بتحويل ما يقارب مليون جنيه و12,000 دولار أمريكي على حسابات بنكية محددة، وعليه قامت الإدارة بإجراء التحريات ونجحت في ضبط مرتكب الواقعة، وهم 4 يحملون جنسية إحدى الدول الأفريقية، وأقروا بارتكاب الواقعة ووقائع أخرى مماثلة، وبحوزتهم المستندات والأدوات الدالة على نشاطهم الإجرامي. وقد تلقت الوزارة عدداً من البلاغات في هذا الشأن، وتم ضبط العديد من القضايا وضبط المتهمين الذين اعترفوا بارتكاب تلك الوقائع. أشكال كثيرة للنصب الإلكتروني. بيستغل النصاب شغف الضحايا في الحصول على خدمات بأسعار مغرية، وبيستدرج الضحايا علشان يحولوا له مبالغ مالية، وبمجرد ما بيتحصل على المبالغ دي بيختفي تماما. شكل تاني من أشكال النصب الإلكتروني وهو أن شخص بيبعت لك رسائل مزيفة يوهمك فيها برغبته في تحويل مبالغ مالية ليك عشان يستثمرها في مصر أو يتبرع بها لعمل خيري، وأول ما توافق بيبدأ يوهمك بأن المبالغ المالية دي في طريقها ليك، ولكن محتاجة لبعض المصاريف الإدارية علشان تقدر توصل لك، وبمجرد ما تحول فلوسك هيختفي الشخص ده، وهتكتشف أنك اتعرضت لعملية نصب. علشان كده وزارة الداخلية بتحذرك بالتعامل مع أشخاص أو شركات مجهولة على مواقع التواصل الاجتماعي ومواقع التسوق الإلكتروني. اتعامل دايماً مع مصادر موثوق منها علشان تحافظ على نفسك وتحافظ على أموالك. تم استحداث وحدات متخصصة في تلقي وفحص البلاغات الخاصة بجرائم الإنترنت بكافة مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، وبإمكان المواطن التقدم أيضاً ببلاغه في كافة أقسام ومراكز الشرطة.